ولاء سلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله تضعنا في تفاصيل ما يجري في الضفة. ولاء صباح الخير، أهلا بك. لو تضعينا أولا في تفاصيل هذا الاقتحام أو هذه الاقتحامات الجديدة وما هي أسبابها، وقبل هذه الاقتحامات لو ذهبنا إلى جنين عملية استهداف السيارة بالصواريخ، ما هي التفاصيل لديك؟ نعم، كنت ستتحدث عن آخر المستجدات في مدينة جنين ومخيمها، حيث أشارت بعض المصادر المحلية والإعلامية باستشهاد المصاب سعيد زرادات لآخر التحديثات في الإصابات وأيضا الشهداء في مدينة جنين ومخيمها جراء القصف من طائرة مسيرة على مركبة مدنية داخل ساحة المخيم إلى شهيدين، شهيد من قائد كتيبة جنين وهو مصطفى حنون، والآن نتحدث عن المصاب الذي استشهد متأثرا بإصابته سعيد زرادات ليكون هو الشهيد الثاني لضفة مدينة جنين ومخيمها. إذا نتحدث عن إصابة ل15 آخرين، البعض منهم إصابتهم خطيرة والآخر متوسطة، وأربعة منهم حالتهم مستقرة وإصابة بشظايا في الأطراف نقلت إلى مستشفى الرازي في مدينة جنين. نتحدث بهذه الأثناء عن الشهيدين ياسر حنون وهو شقيق الشهيد عمار حنون الذي ارتقى عام 2006، والآن نتحدث عن سعيد زرادات وهو الشهيد الثاني في الاستهداف الذي جرف من قصف من طائرة مسيرة في مركبة مدنية داخل ساحة المخيم. أيضا في التطورات الأخرى ومزيد من الاقتحامات التي تشنها قوات الاحتلال في الليالي التي تمر على الضفة الغربية، نتحدث عن اقتحام بلدة السموع قضاء الخليل وأيضا اقتحام لمخيم العروب شمال الخليل. أيضا قوات الاحتلال قد اقتحمت في هذه الأثناء بلدة فرعون جنوب طول كرم، وأيضا في مدينة الخليل تقتحم قرية رمادي جنوب الخليل. أيضا فيما اندلعت مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الجرادون في مدينة رام الله والبيرة، وتحدثت الصحة الفلسطينية عن وجود أربع إصابات في مستشفى فلسطين الطبي بالرصاص الحي جراء اندلاع المواجهات ما بين قوات الاحتلال وأيضا الشبان الفلسطينيين المدافعين عن مخيم الجلدون. طيب ولاء، لو عدنا إلى جنين، هل الاستهداف هو فقط في الطائرة بالطائرة المسيرة أم كان هنالك تحرك لقوات محتلة في المنطقة، قوات إسرائيلية، قوات احتلال إسرائيلية؟ ما جرى لربما هو الأول من نوعه منذ 7 أكتوبر ولغاية الآن. قد اعتدنا كوسائل إعلام منقل بأن قوات خاصة دخلت المخيم ومن ثم وصلت التعزيزات ترافقها الجرافات التي تخرب البنية التحتية، ولكن بهذا الاستهداف هو فقط لطائرة مسيرة استهدفت هذه المركبة المدنية، وأغتيل قائد كتيبة جنين ياسر حنون والذي ارتقى شهيدا، والتي زفته كتيبة جنين مساء اليوم بهذا الاستهداف وهذا الاغتيال من قبل قوات الاحتلال ليزف شهيدا، والآن يزف شهيد آخر في مدينة جنين ومخيمها وهو سعيد جرادات، وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة، منها الخطيرة ومنها المتوسطة ومنها من أصيب بشظايا هذه الطائرة المسيرة التي. طيب ولا لو تصححي لي فقط المعلومة، يعني حسب معلوماتي البسيطة قبل فترة ليست بالبعيدة كان هناك اقتحام لمخيم جنين، وقيل أن قوات الاحتلال قامت بقتل قائد كتيبة أو مساعد قائد كتيبة مخيم جنين بعملية استهداف لمنزله وإحاطته ثم تفجير المنزل وما إلى ذلك. نعم، كان هناك قبل أيام اقتحام لمدينة جنين ومخيم ومحاصرة منزل كان يمكث به أحد القائد في كتيبة جنين، هم أكثر من قائد في هذه الكتيبة، وهناك أيضا أعضاء لكتيبة جنين. هي تريد التخلص من المقاومة في مدينة جنين ومخيمها على الأغلب في منطقة شمال الضفة الغربية، لأن مدينة جنين ومخيمها
كما تحدث بعض الخبراء والأساتذة أن هي غزة صغيرة في الضفة الغربية، هي تريد التخلص من غزة الكبيرة في القطاع بموازاة لما يحدث في قطاع غزة، تريد التخلص من غزة الصغيرة التي هي تقع في قلب الضفة الغربية إلى الشمال من القدس المحتلة، تريد التخلص من المقاومة بكافة أشكالها سواء في جنين، في تولكان، في سلفيت، في قلقيلية، في جنوب في الجنوب في الخليل وبيت لحم وغيرها. أيضا ما رافق اليوم من استهداف وأيضا العملية النوعية التي كانت صباح هذا اليوم في شرقي القدس المحتلة على حاجز زعيم، لربما أقصدت الجنود الاحتلال وأيضا الحكومة المتطرفة بالخوف والرهبة بما يحدث في الضفة الغربية، ونحن على مقربة من شهر رمضان المبارك، ولربما هذه العملية النوعية التي كانت يوم أمس صباح يوم أمس هي لربما رد على اتخاذ قرارات بمنع الفلسطينيين من التواجد في المسجد الأقصى المبارك وعدم الدخول إلى مدينة القدس المحتلة. بذكرك العملية النوعية التي ذكرتها يوم صباح يوم أمس التي قام بها شبان فلسطينيين، يعني هل الاعتقالات أو المداهمات لهذا اليوم أو هذه الليلة لها علاقة بتلك العملية، وهل لديك من تفاصيل جديدة حول العملية؟ نعم، يعني في منذ 7 أكتوبر ولغاية الآن نتحدث عن أكثر من عملية اعتقال اعتقلتها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين سواء من النساء والأطفال وأيضا الكبار بالسن، ونتحدث عن قادة في الفصائل الفلسطينية، هناك 7170 فلسطيني قد اعتقلوا في الاقتحامات الليلية التي تقوم بها قوات الاحتلال. حيث قامت قوات الاحتلال على ما ذكرت على ضوء ما ذكرت بالعملية وعلى ضوء ذلك، قامت قوات الاحتلال باقتحام بلدة بيت تعمر وأيضا زعترة واعتقال أشقاء وأيضا والدي الشهيدين زواهرة، وأيضا نتحدث عن الوحش من عائلة الوحش حيث قامت باعتقال أفراد العائلة والتحقيق معهم. كل هذه الأساليب التي تنتهجها قوات الاحتلال من بعد أن يكون هناك عملية تقوم باعتقال الوالدين والأشقاء والأقرباء القريبين جدا من الشهداء الفلسطينيين الذين ينفذون العمليات المقاومة للاحتلال في الضفة الغربية، وهو نهج انتهجته قوات الاحتلال في عندما يكون هناك عمليات في أهداف أو ضد أهداف عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية. طيب، ولا لو عدنا إلى موضوع الاقتحامات الأخيرة في أكثر من مدينة، أكثر من قرية لهذا اليوم، هل شهدت عمليات مواجهة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، أم أنها كانت مداهمات ليلية وبالتالي تمت عمليات الاعتقال؟ وهل صرحت قوات الاحتلال عن شخصيات معينة تمت اعتقالهم في هذه المداهمات؟ نعم، لغاية الآن لم يعني تكن هناك من مصادر إعلامية فلسطينية عن اعتقال أحد الفلسطينيين لغاية الآن، وخاصة نحن نتحدث عن بداية هذه الاقتحامات الليلية لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية. ولكن ما أريد التحدث عنه، يوم أمس كان هناك اعتقال ل18 مواطنا على أقل من الضفة الغربية، بينهم سيدة وطفلان وأسرى سابقون، ليرتفع عدد الذين تم اعتقالهم منذ 7 أكتوبر ولغاية الآن نتحدث عن 7170 فلسطيني قد اعتقلوا منذ 7 أكتوبر ولغاية الآن. ولربما تتضح الصورة في صباح يوم اليوم التالي لهذا اليوم لمعرفة من الذين تم اعتقالهم وأعداد الذين اعتقلوا، وهل هناك أيضا قادة أو حتى أشخاص معروفين أو قياديين وتم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال. طيب، يعني هل هنالك مدن تضاف لما ذكرته؟ ولا يعني كان هناك في مخيم الدهيشة وبلدة الدوحة ببيت لحم كانت هذه الاقتحامات لهذه الليلة، وهناك إصابات. هل هنالك مدن أخرى يعني شهدتها هذه الليلة من اقتحامات وفق المعلومات المتوافرة لديك؟ نعم، تحدثنا في بداية هذه الرسالة عن اقتحام لبلدة السموق قضاء الخليل، اقتحام لمخيم العروب
شمال الخليل وقرية الرمادين جنوب مدينة الخليل. أما في الشمال فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة فرعون جنوب طول كرم، وأيضا نتحدث عن الاقتحام لمخيم الجلزون وإصابة 4 فلسطينيين برصاص الحي واندلاع مواجهات ما بين قوات الاحتلال وأيضا الشبان الفلسطينيين المدافعين عن مخيم الجلزون. طيب ولاء، يعني الأعداد المعتقلين ذكرتهم قبل قليل وكذلك أعداد الشهداء، بالتالي هل هنالك من تصريحات للمنظمات الإنسانية لديك في الضفة الغربية حول ازدياد هذه الأعداد، وبالتالي هنالك تصعيد معين ربما تذهب إليه تلك المنظمات، أو هنالك تصعيد ربما يذهب فيه الشارع الفلسطيني؟ كيف يقرأ الشارع السياسي الفلسطيني في الضفة الغربية هذا التصعيد المتواصل؟ نعم، هيئة شؤون الأسرة والمحررين تقول دائما أنه يجب على المجتمع الدولي التدخل الفوري والعاجل للكشف عن السجون السرية للمعتقلين الفلسطينيين. أيضا تحدثت هيئة شؤون الأسرة والمحررين أن منذ 7 أكتوبر ولغاية الآن نتحدث عن أعداد بالجملة للمعتقلين الفلسطينيين من مدن متعددة ومن بلدات ومن مخيمات الضفة الغربية، لا سيما الاعتداء عليهم، التنكيل بهم. بعض النساء تعرضن لتهديدات بالاغتصاب بالتعذيب. أيضا نتحدث عن أيضا التقرير التي نشرته القناة 13 الإسرائيلية عن الظروف المعيشية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون داخل معتقلات الاحتلال، ونشرت صور وفيديوهات عديدة لما تقوم به مصلحة سجون الاحتلال بحق الفلسطينيين الذين اعتقلوا منذ 7 أكتوبر ولغاية الآن. الأساليب التي تنتهجها قوات الاحتلال هي أساليب لا تحترم فيها المواثيق الدولية والأعراف والقوانين التي كفلت كيف تكون هي الحياة المعيشية للأسرى الحرب داخل سجون سواء الاحتلال أو حتى غيرها من السجون التي يعني تقوم بها قوات الاحتلال باعتقال الفلسطينيين كأسرى حرب أيضا. نعم ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، وافر الشكر لك على هذه التفاصيل والمعلومات حول ما يجري في الضفة الغربية. شكرا لك.